أشارت إلى وضع خطة من محورين لتغذية نهر الفرات. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال إن الأهوار لا تأخذ حصة مائية ثابتة، وإنما تأخذ نسبة مئوية من الإيرادات المائية. وعندما يستلم العراق أقل من 40% من استحقاقه المائي، ينعكس ذلك على كل مجالات الحياة باستثناء طبعا مياه الشرب والاستخدام المنزلي. أما الخط الزراعي والبيئة المتعلقة بالأهوار تتأثر تأثيرا كبيرا بهذه النسبة المتدنية، مؤكدا أن الوزارة قامت بضخ ما يقارب من 70 إلى 80 متر مكعب بالثانية لتغذية الفرات من بحيرة الثرثار، فضلا عن تغذية الفرات من مقدمة سد سامراء في القناة الإروائية الواقعة على نهر دجلة. أما فيما يخص المفاوضات مع دول المنبع، أوضح أن الوزارة على تواصل مع الجانب التركي والإيراني لحصول العراق على حقوقه المائية، معبرا عن أمله أن تجدي هذه المفاوضات نفعا لا سيما فيما يخص الأهوار الشرقية.